السلام عليكم. جهاز روبوت بيكر، أول شيء أقول لكم أني أنا أفتخر أني أنا شريك النجاح لهذا الجهاز. أنا أول من أعلن عن هذا الجهاز قبل تقريبا سنتين أو أكثر. جهاز راقي وجهاز عمل جبار جدا لشخص مواطن يستحق كل الدعم منه. للعلم هذا الجهاز الفكرة شاب إماراتي، التنفيذ، اختيار القطع، اختيار الألوان، اختيار الديزاين، إشراف على كل صغيرة وكبيرة لغاية ما طلع لنا هذا الجهاز بأجمل حلة مثل ما يقولون. فجهاز بسيط حلو يطلع لنا خبز صحي، ما في إضافات، ما في كيماويات، ما في مواد حافظة، ما في ولا شيء. وطريقة التركيب سهلوها جدا الحينة، أن أي شخص في البيت يقدر يركب الجهاز. تحط الماي هني، تحط الزيت هني، وتحط الطحين، وتطلع لك الخبزة. وشوفوا شو بنسوي الحين معها، خليك متابع وشوفوا المفاجأة. طبعا اول بدايه نعبي خزان الطحين، من الطحين نعبي فل. الخطوه الثانيه نعبي جهاز الماء. طبعا اذا تبغي ملح ممكن تحطه مع الماء، تمام، تعبيه لغايه يوصل الماكسيموم هني وخلاص. الخطوه الثالثه انا باخذ بدل الزيت باخذ زيت زيتون، طبعا صحي اكثر للماكسيموم. طبعا شغلنا الجهاز، تضغط زر التشغيل، بعدين زر ستارت، بعدين تختار كم خبزه تبغي، تمام، وتخلي الجهاز اوتوماتيكيا كل دقيقه تطلع لك خبزه. يعني خبزك في بيتك، لا تروح مخبز، لا تروح دكان ولا جمعيه، وخبز صحي وممتاز ونظيف. هذه طبعا اول خبزه طلعت لنا على طول، مره ما شاء الله القياس طلع 100%. شوفها ما شاء الله ريحتها ما شاء الله. وهذه شغاله على الخبزه الثانيه، شوفوا طريقتها سهله وبسيطه. شوف 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 الحين، شوف الحين ترميها صوب الثاني وخلاص، وتبدا تنضغط هني وتطلع لك هذه الخبزه اللذيذه والصحيه 100%. شوفوا شو بنسوي فيها الحين الخبزه هاي. معلومه مهمه جدا، عندك هذا هني تختار درجه الحراره، تبغيها بيضه، تبغيها وسط، تبغيها حمراء زياده، حطها شي. انا في الاولى اخترت حمراء زياده، بعدين خففت، شوفوا كيف استوت بيضه الخبزه. فهذا مهم جدا، شوف كيف مهم جدا، احتفظ في الخبز في حراره دائما عشان يمتص الرطوبه. سوينا لنا بيتزا اليوم، هذا لبنه بالزعتر، وعندك هذه محمره تركيه مع جبنه شيدر مع شو اسمه الزيتون، وعندك هاي جبن مالح مع طماط مع زيتون. الحين بنحطها في الحراره وتاكل لك احلى وجبه على العشاء. طبعا الحين نحطها في الشوايه ونسكر عليها لمده ثواني عشان شو تكون تطلع لك البيتزا مستويه 100% وشهيه. بيتزا شوفوا حار ما شاء الله، شوف البيتزا، بيتزا بالجبن بالمحمرة التركية، أيضا عندنا بالموزاريلا، وعندنا أيضا جبن باللبنة بالزعتر، ممتازة وطعم صحي ونظيف وشغل بيت. بحط لكم الأرقام، جهاز شامل التوصيل والضريبة والتدريب، يعلمونك على الجهاز وطريقة العمل وطريقة التنظيف والصيانة وكل شيء، والصيانة لمدة سنة 2200 درهم بس، وما يقارب 600 دولار أمريكي، والتوصيل أيضا لجميع أنحاء العالم بس في رسوم لخارج الدولة. داخل الدولة التوصيل مجاني، وإلحق ما تلحق.